السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، اليوم نقدم لكم نبتة شهيرة جدا هنا في الجزائر، وكل واحد كيف يسميها في المنطقة نتاعو. احنا في جيجل في أيس، وهي اسمها أجيس يعني بالمصطلح القبائلي أو الأمازيغي، وسمحوا لي على هذا إدخال هذه الكلمة المشوشة. يعني أيس معنتها الهضمة البنائية. هذه المنطقة اللي تشوفوا فيها أمامكم منطقة رائعة جدا. إذن هنا نروح نشوفوا هذا، نسميه احنا أبرسون. أبرسون أبرسون أو أقلو أو أقلو، نظن في الجزائر كلكم يعرفوه. إخوة الكرام، اللي ما يعرفش هذا كما يقولوا البرعم، هذا البرعم فوائده عظيمة جدا. يعني اسمحوا لي الإخوة الكرام نقصوا شوية في الزوم عشان تشوفوا مليح هذا البرعم. إذن هذا البرعم نحيناه، تلقاه هاو زيوها هنا أنا برعم، هذا نحيه منه. وهذا البرعم مع النعناع يشكل ثنائي رهيب جدا لكل من يعاني من أمراض المعدة والقولون العصبي الهيوج، قولون فيرتيكال ليستوما. هذا النبتة يعني حبة دالو مباشرة إلى، يعني ما تجفوهاش هكذا طازجة وتاخدوها. النعناع معليش يكون طازجة على روح، وتضعوا الماء يسخن، الماء يسخن اولا في طنجره نتاع الماء، وحب هذا ما يكونش من الالومنيوم او يكون من الانوكس او الطنجره نتاع الطين. يعني الناس غلطين يديروا في الالومنيوم، الالومنيوم ماده مؤكسده خطيره جدا. يحطوا الماء حتى يغلى، وبعدين يحطوا هادو كمية مثل هذه أو أكثر، يعني لي كوب من المية الماء، ويتركوها لمدة 20 دقيقة. 20 دقيقة وشربوها وضوا لي الخبر جماعة. إن شاء الله تقولوا صاحب قناة ابن الخطاب أو صاحب قناة ابن الخطاب جيجل أو قناة هذه القناة الأمريكية، قناة المعارف والحقائق، تقولوا باللي فعلا يعني فوائده عظيمة. وكاين حاجة خلاف نأكد لكم عليها، أنني نقدر ناكلها هكذا بعد مسحيها طبعا من الغبار، نقدر ناكلها وحدها، ناكلها ونمص الماء نتاعها، نقدر نبلعها حتى هي بالذات نبلعها. والأفضل لو كان تخيروا منطقة عالية جدا كما المنطقة هذه اللي راني فيها، حوالي 1100 متر على مستوى سطح البحر كما ترون وتشوفوا، وتكون الفائدة ديالها عظيمة إن شاء الله. وتقبلوا مروري إخواني الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، لا تنسوناش يا جماعة سبسكرايب ابوني و اشتراك، ما تنسوناش بلايكات يا جماعة. هلكونا بالسينيال، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الى جيجل.